السلام عليكم. واش الحر هذا؟ اكيد دايرين بخير، صحه لاباس، غبرت عليكم ياك، غبرنا وتحشوا لي رياكشن ديال الفرده، الحماس، التويشيات. حتى انا توحشت راسي في هذا الشيء. ما هي على اين اليوم عندنا واحد الديسك اللي شحال هادي نتوما كتسناوه، شحال هادي حتى انا كنتسناه، حتى الديسك هذا كنعتبره انا واقيلا من الديسك الخطر اللي خرج للفرده، وكيبقى في الحال ان ديسك بحال هذا ما كاينش في لاشين. سو غنطلب من الناس اللي ما عندهمش الطابع ديال الحراده في القلب يردوا البال ويزيروا حزام السلامه، باسكو داكشي غادي يمشي بالزربه وغيمشي اندر جراوند وقاصح شويه. على اين الفرده فيرسوس الفرده، ديسك خطير بزاف من السيل اللي كيعجبنا ديال الفرده. ملي كيغني بحال هكا كنسطع على الديسك ديالو، وباقي نعقل اول مره تصنت لهاد الديسك هذا شديت انا ما فهمتش، انا ملي تصنت لهاد الديسك هذا ما فهمتش، ومن ديك الوقيته انا كنقول علاش ما كانش فلاشين، علاش ما كانش فلاشين هذا. سو وقال لحد الساعه ما عرفتش انا علاش ما كاينش فلاشين هذا، ما عرفتش على الكلمات ولا لي دو برودكتور ولا ما عرفتش شنو كاين. مي اون توكا الا عرفتوا علاش خليو لي في كومونتير قولوا لي شنو كاين، اللي عنده فكره علاش الفرده فيزوس الفرده ما كاينش فلاشين، حيت خاصو يكون فلاشين ديس بحال هذا. على اين سو كنعتذر على هذه الغيبه، هذه الغيبه اللي كنعيشها العالم كامل، وتا انا كنت عايشها بالزوين ديالها وبالخيب ديالها. كنتمنى نتوما تكونوا بخير، كنتمنى معزاز عليكم يكونوا بخير، ولينا ننطلق في هذا الريفيو لهذا الديسك المسموم. هادو هما الديسك المسمومين ديال الفرده، هادو هما اللي فاش كيتصنتو مروات اخرين كيقول هذا الصوت هذا خاصني نعطيه شي ساعه، يا كيقول خاصني نعطيه ساعه، يا كيقول هذا هو اللي خاصني نكلاشي باش نديماري. وديماري هيا يا وديماري هيا وعدي مشينا بدينا ليتس جو. فردا قبل ما نبدا تحيه للوالده، حيت اول مره غنضرب رياكشن بهذا البرودوي ديال الفرده. هي مسكينه اللي مشات شرات ليا، مشات حتى للمحل ومشات خدات ليا البرودوي. من شحال هادي هو عندي البرودوي، راه ماشي دابا واقيلا راه كاع ما بقاو هادو. مي عرفتي اول حاجه هو ان الديسك ديال الفرده 2030 كان ديجا عندي هذا، وحق الله وصيفطاتو لي الوالده، صيفطاتها لي الوالده مسكينه الله يطول ليا لها في العمر، ودعونا مع الوالده. انا هادشي اللي كنطلب منكم، دعونا مع الوالده في مجبد الوالده، والله يطول لكم في عمر مواتكم. والله الا مشات مسكينه للمدينه قديمه وخدات هذا وصيفطات وتصيفط، وكان عندي وقلت لها الرياكشن الجاي على الفرده غادي نلبسو، وبالحماس ديال واه غندير رياكشن للفرده. وحق الله العلي باش تعرفوا بان داكشي خارج من القلب، والله حتى كان عندي البرودوي من ديك الوقيته، وتصايب تدرت هذا والرياكشن. وفاش هضرت معايا قلت لها وين طن، قلت تقول لي واش ما لبستيش هذا؟ والله الا زعرتي خرجت لي من بالي. على اي على ايتها لنبدا، كان خاصني ندير هذه الوقفه هذه باش نشكر الوالده على هذه التضحيه، من غير كاع التضحيات بزاف اللي كدير واللي كيديروا كاع الامهات معنا. صوت تحيه لجميع الامهات. صبابيت اها، خاصني نغني، خاصني نبقى ساكت. في اي مره كيبدا الفرده بحال هكا دغيا بلا سلام لا كلام شباك بوب، ديسك كيخرج خطير فين ما كيدير هاد البدايات بحال هكا. بزاف تف هذاك ريسبكت من اخر ديسك اللي كيبانوا لي انا بروش لهذا بزاف، باسكو كنعاود نتصنت. ملي كنبدا تصنت كنبدا فوالا نقدر نقول شي حاجه في الرياكشن ولا شي حاجه، حيت كتكون اول مره تسمع. مي ملي كتاخد الوقت كتصنت، جو بونس اخر ديسك من ديسك ديال الفرده اللي كيشبه لهذا هو ريسبكت تا هو. ربي شحال هادي عرفتي ديك الدخله بحالك باش جاي باش ضايع باش كيرابي باش كيقلب باش وكيبقى فلو مورا فلو، طلع هبط الموج غادي جاي. روطاب مغربي كيديرها
الحرات بحال شحتي دزلا في طونش فمو بترامي والمزرات فقو جيبين وخف الكيلوت هادي النقشة ملي كدور لي الشفا ملي كدوب لي انا الساقط اني كوبلي معايا شريكي كوبلي عندي عشراني ديما كتفورني الزطلة في النوبل كنتسرطش بلا ما تدوقني بغيت ناكلك ساعة نكوف شحال من كيلي كبر بسكوفي صعيب تكون راجل عوبي انا الصحة كنجيب مصروفي العيب تكون حاز ارزوق حبيب. اهم الاشياء في الراجل هو انه يكون خدام على دراهم. اهم حاجه ماشي كيفاش كديرها بيان سور كاين الحلال وكاين الحرام هذيك بينك وبين مولاك وكاين اللي كيدير شي حاجه حلال اللي كتبان لكل شيء حلال ولكن النيه ديالو خايبه والله راه حاسبه ليها حرام الله فايتنا ولا غيشوف النيه ديالك ملي كدير اي حاجه مع اي بنادم الا كان غادي يهضر ويحل فمو خاص مصروف ديال جيبو يكون كيجيبو بدراعو تقولش ليا هادي ولا هادي وقوت الهضره والزواق وهادي وانت باقي كتاخذ فلوس من هنا ولا من هنا ابارك شي باقي صغير وباقي كتقرا وما كاينش طريقه باش تخدم ماشي مشكل حتى القرايه راك سبيل كدير واحد المجهود صول اللي باقي كيقراو كيدورو مع دارهم ولا كيعتذرهم فلوس ماشي مشكل ولكن بنادم اللي غنشرها ومرخي وكياخذ فلوس دويش على الرجوله الدوري نجوم الكوبي بحال شي صادق في علي غايب عشق طرب بحال شي مجنون في ظلام الليل بدنا موسيقى عرفت بزاف ولاو فايد وكلاو طلعت واش كيجيبها كلشي جاري معايا شكون ولا ارزون بغيت بواقع فوق البوز ربيت شي مات في السيفون في الكاسيط عرفتني متلول دافع كبير حاق الطلق جمال كيف سريت كيهبط مصدق لي والو تشاب علينا نعيش ونكبروا وسط بلادي فرطه عشرين شي في الحبس شي في الغربه وشي تسطا خصنا نحبس دغيا حيت غيعاود يطلع دغيا شو كيفاش هرس الريتم شو كيف شو شنو دار لكم كيف دار واحد الفيتاس ما كايناش شو كيدير لك تصط كيعاود يجبد لك داك الريتم كيهبطو راه هذه كيديرها الناس راه كاين اللي كيحتاج انه يغني مع شي واحد باش يديرها ما عرفتش كتردوا البال هاد القضيه راه كاين اللي كيحتاج انه يغني مع شي واحد ملي هو كيغني كيرابي كيجي واحد كيدير ليه نورمالمون كيعاود يهرس ليه الريتم ديال الديسك الفرده كيديرها بوحدو ما عرفتش كتردوا البال كيديرها بوحدو هو دابا شو الديسك باش هبط باش هبط انا غنرجع غنعاود نردد البارتي هادي باش تصنتو ليها مزيان بحال ما سامعيناهاش ما زوينه نديرو لها التحليل ديال التويشيات هاد تلول دفع كبير حاق الطلق جمال رشت رعوان وسط غربال مصدق لي والو تشاب علينا نعيش ونكبر وسط بلادي فرطة عشان شي في الحبس شي في الغرب شي في السطح بس اللي كان لنا بقبوهدي سد علي سبابي سبراني على الحنانة باش دموعي تيلي بسبابي ياك راسي ديجا قلت لي كلشي بحال بحال هادو مراد بغاو يلبسونا كيحسبونا كبري بزحال كبرنا وسط القوس صغير فينا كيجيب المونجيف خمسو بنا في الصوص ونكبرو بيت لبغيتي تكون ضيف ندوب حليوة تحت لسان عشيرة تسنى العاصفة قلوبنا كيف شري بيجام تبيتش فوق العاطفة فوق العاطفة شفت انا التهريس هادي اللي كيدير دابا شفت التهريس هادي وجاي العاصفة جاي العاصفة راه قالها وجاي جاي عاصفة اخرى عاوتاني انا عاود هاد البارتي هادي اسمحوا لي الديسك اصلا ما طويلش بزاف سو ماشي مشكلة ندوب حليوة تحت لسان عشيرة تسنى العاصفة قلوبنا كيف شري بيجام تبيتش فوق العاطفة فوق العاطفة نفس رجعوا معايا فوق العاطفة شحال زوينة هنا واحد الميساج لي فان والناس اللي كيتيقوا بزاف شنو كاين في الكليبات راه الحقيقة راه الراب الموسيقى والموسيقى المغربية ماشي الموسيقى المغربية الراب المغربي باسكو الموسيقى عندهم لي فيستيفال عندهم هادي هاد الراب حنت اندر جراوند هضرة ديال الزنقة هضرة موسخة هضرة ضد الحكومة شحال من حاجة سو ما كدوش في الراديو ما كدوش في التلفازة ما كدوش في لي فيستيفال سو منابع دخول ولا من الموارد الماليه ما كاينينش بزاف ماشي بحال الموسيقى الاخرى غندويو بالخصوص على الراب راه ما عندهمش بزاف راه الا ما سيناوش مع شي حاجه شي البوم فلوس ديال اليوتيوب تويشيات شي سبيكتاكل شي حاجه البولفار هذا راه القضيه راه مزيره شويه مساكن الله يحسن العوان و هذا ما كان ولكن في نفس الوقت قال لك مزيره وغنبان لك بحديده عيش معايا التناقض وهذا ميساج لبزاف ديال الناس اللي كيتيقوا الروابط اللي كيكريو طوموبيله وكيديروا لهم كليب وكيقولوا واه صاحبي انا عايش الحياه العاقه او لا في صبصبوا من الطلق جوا مش جبوا عشان كابون فيهم الخير كل غراج غير يحبوك هذا اللي قال ما كنتش فاهم خشي في شرط لا ليسونس ميساج شيد نفسي لو حدث جعل من المعرفة لا الشاشة اللي عرف هذا الميساج هذا من يكتبوا لي في كومنتير هذا الميساج ديال لا ليسونس كتبوا لي
ناشطة يكهر راب علاش بسبب نقلبو فاشا شريكي مرادة خليهم خليهم حافظين وخايفو على بين قدامنا كي فاضي ما لاصقين شريكي مرادة خليهم خليهم البارسية خطيرة سدو فمي بالسكوتش. بزاف ديال الناس في حياتكم غادي يخرجوا باش يوقفوكم، راه صحابكم شي خطرات، صحابكم شي خطرات، ما كنتوش عاجلين صحابكم مزيان راه قد يكون هو السبب انك ما كتنجحش في حياتك. والله كاين شي ناس اللي كتصحابك راه عشيرك وصاحبك هذه، ولكن الوجود ديالو في حياتك سلبي اكثر ما هو ايجابي. والله سو ما عمرك ما تخليهم يسدوا لكم فمكم. كون واثق من داكشي اللي كتقول، كون واثق بانك ما كضر حتى شي واحد، كون واثق انك كدوي في الحق، كون واثق انك غادي لقدام وما تسوق لتا شي قمقوم. غوكان كونجي دابا عاد جيت كنوتو في الطونجي ونتا الف كنعرف غير واحد حليب وفاطين كنجي في الطلعان ونقول لك اسف. سبوبو فخاطر سبوبو على الراح وو كيسالي دغيا. اخيب حاجه في الديسك وانه كيسالي دغيا، هادي اخيب حاجه في الديسك هذا. واو enfin enfin درت فيديو على الفردة versus الفردة والله على عين. بعد العودة هذه انا يلا درت فيديو بالكنا مع ديسك ديال القناوي، وكان خاصني ضروري ندير ديسك على الفردة، وان شاء الله باقي نجي لي رياكشن. دابا رجعنا نبداو نتحركوا عاوتاني، نبداو نديروا فيديوهات بحال هكا شويه بشويه، ودير رجع الريتم، نرجع لنا الريتم تاع حنا. سو هذا ما كان ديسك. انا صراحه الا كان عليا ما عرفتش نتوما قولوا لي اش كيبان لكم، مي صراحه انا الفردة فاش كيغني بهذا السيل هذا، فاش كيغني بهذا لاغريسيفيتي وبهذا السيل بالطريقه ديالو، ما عرفتش كيفاش غنقولها. مي تصنتوا لهذا وتصنتوا للريسبكت وشوفوا واحد التقارب بيناتهم. شوفوا انا فاش كيغني بحال هكا صافي دمار صافي. باطي ما كيعجبونيش ديال الاخرين، بلايص كيعجبوني وكيعجبني انا المغني يكون قد يلعب بزاف ديال الستيلات، ولكن الا جيت نشوف شنو اللي طن جو بونس بحال هكا، جو بونس فهاد السيل هذا هو اللي كيعجبني في الفرده بزاف. سو هذا ما كان، كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم. سمحوا لي الا طولت عليكم، ما عرفتش طولت بزاف 13 دقيقه وقيلا على اي. كان هذا فيديو ريفيو ديال الفرده فيرسس الفرده، وان شاء الله نتلاقاو فيديو رياكشن الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، ادياس.